السلام عليكم. نرحب بأستاذ هشام فؤاد وأستاذ كمال الفيومي وأستاذ كمال خليل وكمال أبو عيطة كمان. يعني سلام، هنشتغل في الكمالات كلها لأن احنا بدأنا بيهم زمان. الحقيقة احنا موظف الضرائب العقارية على مستوى جمهورية مصر العربية بدأ اعتصامهم 2007، وكان الشرف لنا ان حد اللي هيستقبلنا في المكان اللي قعدنا فيه كان مركز الدراسات الشرقية لكن في الجيزة، فكلنا كنا موجودين داخل مركز الدراسات الشرقية. وانا شرف لي النهاردة ان انا قبل النهاردة وانا بحتفل بيكم في افتتاح المقر هنا في الدقهلية، لان ده صاحب فضل علينا كلنا. واتمنى منكم انكم تستغلوا الموقف اللي انتم فيه زي ما احنا استغلنا الموقف زمان في 2007. وانا هقول كلمتين ببساطة كتبناهم في مركز الدراسات الاشتراكية، وانا جبتهم بالتاريخ بتاعهم بالظبط. في كتيب صغير اتعمل عن ملحمة اعتصامات الضرائب العقارية، استاذ كمال خليل كان صاحب الفضل في انه يتم نشره وكان باسمي. شاف كام ورقة معايا قال لي يا جمال دول ينفعوا يتعملوا كتيب، واتعمل كتيب من 82 ورقة. كنت انا عامل فيه مقدمة هقراها عليكم بس. الموظف اغلب خلق الله، لا تقوى على مساعدته حفلة مقولات صحفية ولا رسوم كاريكاتيرية ولا برامج فضائية ولا مسلسلات تلفزيونية ولا أفلام سينمائية. فالموظف أزمة بلد بأكمله، بلد يقع في إطار عقليات متحجرة ونظام إداري فاسد. ورغم أن الموظف في الأرض تحت خط الفقر وربما يستحق الزكاة عليه أحيانا، فإن الدولة لم تنتبه له يوما ولو تنبه بهذا أبدا. والموظفون لا يصرون ولا يطلبون بأي شيء، لكن مطرقة الغلاء في الوقت الحاضر دكت معاقل الجميع، وربما الموظفون أول أصداء الطنين الموجع، فهم أحد مظاهر التردي الإداري الذي نعيش فيه نتيجة الغيامة التي تسيطر على فكر الكوادر والقيادات الذين يديرون جهاز الخدمة المدنية في مصر من ناحية، وحزبة التشريعات والقوانين التي تنظم أحوالهم منذ عدة سنوات من ناحية أخرى. وهو ما أحدث فجوة كبيرة بين مرتب الموظف حاليا ومستوى الأسعار في شتى السلع والخدمات التي تقدم له. في خضم هذا كله يطرح نموذج موظف الضرائب العقارية نفسه كنموذج وحيد لاسترداد الموظف الحكومي لكرامته وحقه المسلوب من النظام الذي استمر وتمادى في تجاهله للموظفين قرابة 30 عاما مضى. من خلال مركز الدراسات الاشتراكية تم نشر هذا الكلام بكتيب مكون من 82 صفحة، وذلك أثناء مقابلة الأستاذ كمال خليل والأستاذ جيهان شعبان والأستاذ مصطفى بسيوني والأستاذ هشام فؤاد والأستاذ كان معاهم مين كمان هيثم محمدين محامي، وهو اللي عمل معانا بالمناسبة لائحة النظام الأساسي لنقابة الضرائب العقارية المستقلة. أول نقابة تم إنشاءها في مصر وهي نقابة الضرائب العقارية المستقلة. وفي في في الوقت ده كان حسن مبارك مازال قاعد على الكرسي، وكان بطرس غالي موجود، ولما قال ان انا ما يتلويش دراعي وموظفين الضرائب العقاريه قالوا لا ده احنا هنكسر دراعك مش هنلوي دراعك. ومن يومها واحنا عرفنا ان الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تمنح، ودي لازم المساله دي تبقى واضحه عند كل واحد فيكم. الحقوق تنتزع ولن تمنح. وقعد فكر ان المجلس العسكري اللي موجود او اي حد هيوزع عليك ويقول لا ده انتوا في حصه مبارك كانت كذا كم مليار وهيتوزع عليكم الافلام اللي بتتعمل دي، لا لازم حقكم تدوروا عليه ولازم حقكم تاخدوه. المهم ان احنا من خلال النقابه المستقله اللي عملناها بالضرائب العقاريه اللي تم انشاءها في 21/4/2008 تم عمل نقابات مستقله اخرى بالتوازي مع النقابه المستقله للضرائب العقاريه، وهي نقابه العلوم الصحيه اللي اتكونت بعد كده. لان زي ما قال استاذنا واخونا الاستاذ كمال ابو عيطه ان عود الزرع في الغيط لوحده ما ينفعش يقف لان الريح هتشيله، فلازم تبقى في مجموعه اعواد حواليه او زي ما بيقولوا في حاجه تمسك معاه وتحقق الحلم. وتم تكوين الاتحاد المصري للنقابات المستقله في القاهره. من خلال الاتحاد المصري للنقابات المستقله اتكون من 206 نقابه، منهم 26 نقابه عماليه نقابة عامة والباقي نقابات فرعية. من هنا نشأت فكرة ازاي ان كل الاتحاد المستقل ده
هيصدوا على 33 محافظة على مستوى الجمهورية. كان لازم من إنشاء نقابات أو اتحادات إقليمية داخل المحافظات. الاتحادات الإقليمية اللي اتعمل داخل المحافظات تخدم على الاتحاد العام اللي موجود في القاهرة. تم إنشاء 5 اتحادات: الاتحاد المستقل لبورسعيد، اتحاد السويس، اتحاد اسكندرية، اتحاد الدقهلية، وأول امبارح تم إنشاء اتحاد إقليمي في مدينة دمياط من خلال صناع الأساس اللي موجودين هناك. وشرفنا هنا في الدقهلية إن احنا معانا 12 نقابة مستقلة موجودين عملوا الاتحاد، هي نقابة المعلمين المستقلة، الضرائب العقارية، العلوم الصحية، نقابة بائع الجرايد اللي موجودين، نقابة مركز المعلومات، نقابة بنجر السكر اللي هم شركة السكر البنجر، نقابة الزيوت والصابون. الزملاء هنا موجودين من الراتنجات وده شرف لنا، نقابة الفلاحين الحاج محمود سعد. المهم تم تكوين 12 نقابة وفي 3 تانيين تحت التأسيس واحنا بنجري حاليا في إجراءات تأسيسه. الفكرة اللي قالها الأستاذ نصر من شوية فكرة بصراحة ده ابتكار اللي هو بيعمله، ان يتم الدمج ما بين الطلبة اللي موجودين داخل الجامعات والتحامهم بالعمل العمالي والعمل الفلاحي. ليه؟ انا كراجل عامل في مصنع او موظف في حكومة انا عندي خبرات، الخبرات دي هتوديها فين؟ ما انت وصلت لسقف معين. لو انا جبت الطالب اللي موجود عندي وده خدم علينا زمان، لان خبرتنا في العمل السياسي زمان قدرنا نستخدمها في النقابات المستقلة وخدمنا بيها على النقابات المستقلة وخدمنا بيها على العصمات بتاعتنا. لولا الخبرة السياسية اللي كانت موجودة عند كل الكوادر اللي كانت موجودة، الكمالات كلهم، كمال عباس وكمال خليل وكمال أبو عيطة والأستاذ حسام الحملاوي مع هشام فؤاد مع جهان شعبان مع هيثم محمدين مع رحمة مع كل المجموعة الثوريين اللي كانوا موجودين، خدوا ايدينا زي ما كل واحد واخدك كده. قالها لي تعبير زمان اخ صديق، بيبقى عامله زي الوليد اللي محتاج حنان او رعايه، محتاج ايد حنينه تمسكه. فانتوا بالظبط المسائل دي بتبقى محتاجه حد ياخد بايدها عشان يحطهم على اول الطريق. انشانا الاتحاد المصري للنقابات المستقله في الدقهليه، واحنا حاليا بصدد العمل على اعداد دورات تدريبيه تبدا من يوم الاحد اللي جاي. الاخ مودي كمدير التنميه البشريه موجود، ما استنناش بالعمل بتاعنا، كان لازم الناس تطور نفسها تاخد دورات في العمل الوعي العمالي والاشتراكي. خدنا الدورات وهنبدا باذن الله يوم الاحد في قاعه روتانا. احنا استاذنا الدكتور خالد والاستاذ نصر ان يجهزوا لنا 5 من الطلبه اللي موجودين. احنا لو بصينا على العدد عندكم هنلاقي 70 80 طالب. لو احنا في كل دورة من الدورات بتاعتنا استعنا ب5 منكم يبقوا موجودين، هنعمل الامتحان ده داخلي مع العمال. انا عندي 12 نقابة في 5 ب60، 60 و5 طلبة 65. انا هعمل الدورة التدريبية بتاعتي لمدة يوم واحد على اساسيات العمل النقابي، ماهيات العمل النقابي، تنظيم العمل النقابي، كلها حاجات خاصة بالعمال. لو احتاجنا دورات محاسبية لإدارة العمل النقابي هنعملها. انتوا اقترحتوا علينا حاجات معينه نقدر نقوم بيها بالنسبه للطلبه نقدر نعملها. المهم ان في دوره عندنا يوم الاحد وهيبقى في 5 من حضراتكم موجودين معانا ضمن الدوره دي، هتبقى من الساعه 11 الصبح للساعه 6 اخر النهار، يبقى فيها 4 محاضرات وفيها 2 بريك داخل. لو احنا قدرنا من خلال ده، ودي فكره متقدمه جدا 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 بشكر الدكتور خالد عليها وعلى الاستاذ نصر، ان الفكره عندهم وصلهم، لان التنظير داخل الجامعات والمحاضرات حاجة والامتحان بالعمل العمالي حاجة تانية. لو هو قدر يعمل دي، دايما كانت الناس بتنظر على الترابيزات والعمال في وادي والناس قاعدة في وادي. لا، انت هو بدأ من بدري زي اللي علم ابنه لغات أجنبية فوضح حضانة من بدري عشان يتعلم إنجليزي عشان يستمر، علمه كمبيوتر عشان يستمر. فهو عمل معاكم كده، هيعمل معاكم، أنا عندي إحساس ده. لو هو ده اللي في دماغه يبقى ده من أنجح المشروعات اللي ممكن تتعمل لمركز الدراسات الاشتراكية. وشكراً.